أهلا بكم على قناة حياتنا، اشتركوا في قناتنا وتابعوا معنا كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. والآن لنبدأ. تم إقصاء المنتخب الجزائري من قبل المنتخب الكاميروني بطريقة قاسية، مما ترك المدرب جمال بلماضي ولاعبيه وحتى الجماهير بخيبة أمل كبيرة، حيث عانى المنتخب الجزائري من ظلم تحكيمي كبير في مباراته الحاسمة ضد الكاميرون التي أدارها الحكم الغامبي غاساما، الذي اتخذ العديد من القرارات التحكيمية الخاطئة ضد الخضر. وقد تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الحكم الرئيسي غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، وتسبب في فضيحة كروية كبيرة أحدثت ضجة عالمية خصوصا في الجزائر. وينتظر المشجعون الجزائريون بفارغ الصبر الرد على الطعن الذي قدمه الفار بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الحكم الجائر غاساما، على أمل أن يكون الرد إيجابيا بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون. ووفقا لموقع زير سكاي، فإن الفيفا الآن تدرس بدقة كبيرة البيانات التي قدمتها الفاف ضد الحكم الغامبي غاساما، وبالنسبة لموعد الرد فإنه مرتقب أن يكون مساء اليوم الجمعة. حظا موفقا للمنتخب الجزائري. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.